الزلزال اللي حصل في تركيا، طبعا حسب التاريخ زلازل في تركيا كان متوقع في أي يوم وفي أي لحظة، لكن لا يمكن أي واحد يتنبأ فيه، لأن في تاريخ للزلازل في هذا المكان معروف، وبلغ الزلازل أقوى من هذا في بعض السنين، والضحايا أكثر من هذا الرقم. تاريخ 6 فبراير الحقيقة فوجئ العالم بهذا الزلزال لقوته 7.8 ريختر في تركيا وفي سوريا أيضا، لأن سوريا تأثرت في خاصة شمال سوريا لأن هي ملاصقة وقريبة لمنطقة الأناضول. لحد الآن أرقام تراوحت ما بين 8000 إلى 20000، ولحد الآن ما في جهة أكد، بس أنا حسب ما أقرأ بالبي بي سي 8000. في ناس يقول لك والله ممكن تنبأ الزلزال وفلان قال وفلان قال، هذا كله كلام غير صحيح. في عالم طلع وقالوا انه تنبأ، لا هو ما تنبأ، هو قال عاجلا او آجلا. كلمة عاجلا او آجلا يعني ما بين يوم الى 10 سنين، كلامه ما كان دقيق، بس الناس المشكلة تربط الاحداث وتضع. يعني انا الحين اقول لك عاجلا او آجلا بيصير زلزال في ايران السنة هذه، بيصير، بس ما اقدر احدد اليوم والساعة والقوة ايضا، لان اعرف ان هاي المنطقة منطقة زلازل، لكن ما راح اقول لك والله يصير في مثلا بالرياض يصير زلزال. زلزال بعيده، الرياض بعيده عن كل مناطق الزلازل، والصفائح هي مو بالحدود، هي في وسط الصفيحه العربيه. ايضا اشيع ان السدود لها تاثير في هذا الزلزال اللي حصل في تركيا وشمال سوريا. السدود اللي بنتها تركيا بعيده عن مناطق الزلازل، فبالتالي ما يصير نربط ما بينهم. خلال تاريخ تركي الزلزالي هناك من 2000 سنة مسجلة زلازل بقوة كبيرة، ما كان في سدود. من 200 سنة كان زلزال قوي 7.5 ريختر، ما كان في سدود. الآن في ناس قاعد تنشر تقول لك والله راح يصير زلزال بالعراق ودول الخليج واليمن، ما ادري شلون تم الربط بين هذولا مع ان كل واحده على صفيحه مختلفه، بس اي كلام يقولوا الناس تصدق ويثيرون الهلع علينا والخوف. احنا في دول الخليج الحمد لله في امان من الزلازل.